الله يساعدكم حبايب، شلونكم اخباركم؟ اليوم واخيرا راح يوصلنا اكبر صندوق للبيت. الصندوق هذا احنا راح نجيبه من اللاقي يعني المخزن. شنو الصندوق هذا؟ الصندوق هذا راح نشوفه بالبيت. صرنا منتظريه لمده 3 شهور، 3 شهور موصين، يلا هسه اجي لان يطول الطلب مالتهم حتى يوصل للمكان. فهسه راح اروح ناخذه من اللاقي من المخزن ونطلع للبيت ونشوفه ونفتحها سويه. هيفاء يعني منتظرته على احد من الجمر. تعالوا يانا. شوفوا له هاي اكبر مخزن موجود بمدينة بوخم. ما شاء الله ما شاء الله. بس شوفوا لي هذا، هاي العالم كله موصي. احنا راح يجينا الشغله من هذني نفس مالتك. واو على الثلاجه هاي. هلا هلا والله بيهم. هلا هذا هديه منه ابو حسن، هديه مال البيت. قال انا عرفته انا. ها قول يا الله خلنا نساعد. انت عرفته؟ عرفته بس ما راح اقول. انت عرفته قبل ما يجي. خليكم ويانا شوفوا شنو هذا. يلا يلا ابوي هسه شو نسوي؟ نصعدهن. والله اليوم 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 بالبيت هيفاء راح تهلهل تهلهل. والله صار لنا يمكن موصي من شهر نهايه السابع. ايديكم شكرا شكرا ابو حسن. ردها بالافراح. الله يسلمك. شكرا حسين تعبتك. الله يحفظك. عاشت ايديكم. بس شو صار بيه؟ يا صندوق بعد الوان بس شدر وانت اسود وصار بيك اسود. يضيع اللون. هسه راح نجيب الثاني والثالث ونفتح نسوي. والله شكو شو يصير وياكم. هسه شنو يا منجي؟ اجى وقت نفتح كوكي راح نفتح. طبعا هاي الاشياء بعد ان شاء الله شهر كوكي مكمل كلهن. يما اسم الله هذا روح البيت جده. ودي لي البيت جدة. ماكو ما تطب هذا المكان. اي نكتب ممنوع الجلوس. اكل لا ممنوع القعده. زين فخلينا نشحن. يلا نشوف شنو الجمال اللي داخل. يلا 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 كوكي يلا متحمسين. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. لو سمحت ايدك بس بس نجرب. ايش فيها يا تحضري شو ما خفت اسمع احلى شعور. هذه تفتحينها. بس بسمها كلها مرفوضه. هيك الجو طبعا تقليد مالته رهيب يعني بحيث مستحيل يسوي شيء وانتم بالنقله يعني مالته فلوسها حلوه. بس فلوسها حلوه. هسه اخر شيء نقول لكم قد سعره تمام. اي يا سلام. بس باولي بس باولي 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 جمال ما شاء الله. هذا ذوق. هذا ذوق خيفاء. هذا ذوق خيفاء. شوف هسه شو نسوي؟ نطلع هاي قطعة واحدة. الله الله كوكي شوف شلونها. وصلت وبعثكم ابو حسن. خلنا نشوف هذا شكو بالضبط. بس شوف المقادير. طبعا هاي المقادير انا اللي اختارت هاي الالوان. تقدرون انتم تختارون اي لون تحبوه واي لون تريدوه. طبعا هيفاء هيفاء شافت الكتالوج واختارت الالوان اللي تكم والوان يعني هو صنعها لها. هلا خلص. وانما انا ما راح توصلت مالك الامان. ما راح توصلت مالك الحسين. ما قالت لي انه انا موصلت. رحت وصيت ودفعت فلوس بعدين يلا عرض. قلت لحسين ديت فيها عقد نفاس. قال لي الفا لازم نوصل. انا ضحكت قلت لحسين انا صرت موصيه ورايحه ونصدم. شوفوا لي هذا الفرحان. شوفوا لي الفرحان بنتكم مالتك. حسين هاي مالوسه. يلا هاي خلي هذه اليدات تعدنا حطينا هاي. هسه شنو راح نخلي الثانيه؟ اسمع نخلي هاي الثانيه. يلا طبعا هاي اليدات تجي بهاي الطريقة. زين شو شلون راح نشدها؟ كلش حلوات. راح نشد كوكي. اي احد يروح يشتري من هذا التخم خابرني انا خابر حسين يشتري التخم مالته وصعد لي اياها همينه. دلله 500 يورو. ويلي عليك. لا عاد ابو حسن يجيب ببلاش الرجال. يلا بعد هاي تنشد بهاي الطريقة. يلا وحسيت شكلها كلش حلو. يلا حطينا خطوه بخطوه حبي. اول شيء نفتح هذا. يلا نفتح هذا ونطببه من هنا ومن ذيك الجهه نسده. حسين ايش يصير وياك؟ عاشت ايدك والله. كملنا الخلفيه. شوفوا ممكن تنيمها هنا تقدر تنامون وتقدرون يعني تسوي قاعده. اوكي وتقدر انت لا تريد مثلا تبغى تلفزيون او شيء او تنام تمام. تقريبا شلون تنام تسوي بهاي الطريقه. من هسه هاي القنفة إلك وكبيرة إلك. حبي أنا ما أعرف كل شيء. هاي الشغلة هذه من ذني. شنو هي؟ آخر شيء شوفوها اللي هو هذا. أويلي عليك. يجنن كلهم حلوات بصراحة. شنو؟
شوف لها مكان. هي يلا هاي هنا مكانه والكبيره هناك. شنو عيني لك هاي شنو الجمال. ادري قلت لي قلت له حسين ليش حمد لا يتوسخني يقول لي بشوف لها مكان. بعدنا من نكمل الصالة احنا من نكمل الصالة كلها راح تقعد وتبين. يلا حبي افتحي لنا القطعة الثانية. يلا هسه خلي نكمل القطعة هاي الاكبر شيء هاي يعني صعوبة. يلا صعدناها للبيت بالقود دخلناها ان شاء الله انه يصير هنا يقعد قاعدة حلوة هنا ويا هاي اللوحة فالشي رهيب راح يكون. يلا 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 تعين هسه الكوشات خليها هنا انا بعد شنو عندنا كم طلع هاي طبعا وصلنا هسه اللي بدات الجو الحلو نعطيك بصفح هاي الذهبيات وكذا من الداخل حتى خاف الوزن ثقيل اي حمله يحمل اي وزن شيء حلو ثقيل حلو شوفوا من الداخل وهي الطريقة والخالد ذهبيات شيء كلش حلو واللي يريدون يبدلون قنفاتهم لا تجيبون لا من تركيا ولا شيء تجيبوا من البوكو لأنه بصراحة هو صح أوكي سعره غالي بس مال عمر أنا يعني حسين من اشتريته كلمات بدلين بعد من 5-6 سنين نقولكم السعر في الفيديو لا خليهم يروحون البوكو ما يعرفون شوفوا الجمال شوفوا الحسين شوفوا الأناقة شوفوا ذوقي ايش ده سوي ايش ده سوي سالمين وترجع تعيدها لا والله وغار حسين بدرنا فيه سرعة يخرب عليك الله لا تسوي الحركات هاي حسين ده يشيل بس دير باكل بس هاي القطعة شوفوا هاي القطعة الأخيرة رهيب السير هاي تشباي يعني هاي ممكن تسوي ها عمود حسين من يزعل يجي ينام لا والله تروح يمالك تجي تنام هنا شنو اي شنو اكتب ممنوع الجلوس كوكي ممنوع يطلع من غرفته انت تبقى هناك بالممر ما حد يفوت يلعب حتى خطر قدم بالقاع طبعا دعت شاقة الكرسي راح نحطه بالزاوية ويا الايام راح نغير راح نجيب البلازمة نحطه هنا ولازم نجيب بوفيا حسين لازم نجيب لي بوفيا اها والزولية همينة فرشة همينة اشتريت واحدة جديدة راح تجيكم هيوفة يعني اني راح اشذني احنا عبالنا ما اعرف بصراحة هن شنو بس من شفت حسين ركب ذيجة خرب حظه شوي ما تفوت لا طلعت من عزق لها اشوف ما مكاني وارجع لكم عليكم والله احسن راح عنده شغل وقلت له ما عليك انا اسوي خرب حظي ارجع لكم انا هاي ركبتها انا ركبتها ايش بيك؟ لا لا قلت له احسن تعال ساعدني ما عرفت فهسه هاي خلصنا وهذه شو خلصناها بقديش الزغنونه شوفوا قولوا ايفان ما تشتغل يا المسعده قولوا لي ايفان مسعده ما اعرف الحظ طايح ويا حسين مو صوت الصوت اللي جبت تخم مو صوت يا هنا عندنا القطعة الأخيرة قطعة أخيرة يا هذا أبو حسين شوفنا الجمال الشيء رهيب والله هذا الكرسي اللي لحد ذوقي يا واو بس هاي شو تقولها زين شوف شلون هاي شنو إذا ضربه براس واحد يموت يلا فضل يا حبي هو شنو هو تحسن خلي احساسك لك بشوفوا لي اللمعه الله موت هسه شنو نقولوا ما شايفين لا اي احنا ما شايفين احنا قاعد نسواها للتخمة حتى نحبها اكثر عمود انتوا بتشترون يا فيديو 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 كوكي سوالنا اياه واخيرا طبعا لقينا الحل مال هذا كان شويه انه صعب مالت الطريقه كلش صعبه يعني بحيث حتى بالاوراق ما مبينه وهذا شكله النهائي طبعا مثل ما قلت لكم هذا يفتر بهاي الطريقه والقعده مالته ملكيه شوفوا فشي رهيب انا كوكي راح تصير اللعبه مالته الجايه وهذا الكرسي على التعب هذا والشغل والفرحه مال هيفاء بالتخم شوف ايش سوت لنا اولي عمي فرح نسوانكم وشوف النهايه مالته شلون عايشتيدج عايشتيدج بس بوال الدوم صدق جنه والله تعب تعبنا من الشغل وعايشتيلك والله هي هم تعبت بالدوام ما صار لها ساعة اشتغل بيها ساعة حبي اكثر لو سمحت ساعة ونص ساعة ربع ساعة وخمسين ليش بالضبط يلا عيني قولي يلا اولي
يابا هسه جا شنو للجزء الاحلى بهذا الفيديو اللي هو شنو؟ الزولية. الزولية كل شيء جديد 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 بحيث حسين يما الله يساعدك. حتى هاي اليسة ما شايلتها من اللاين ونغلت توثق. شو وهذا راسا غلفته باعون راسا خليت هذا فوقه هيك اخاف عليه جايبي بتعب والله بتعب. يلا هسه نفتح هاي نقول يا الله نشوف الزولية شلون احنا قدمنا صار. حسين سوي لي اصوات مو هيك. انا كلش احب هاي الفيديوهات احب الاصوات مالتها اقعد استمتع منو مثلي حسين شو الاصوات ما حلوه اريد هيك حماس اكثر. هننزل على الحجية. يلا حسين بسم الله. شنو رأيك باللون؟ واو والله هذا ذوقي 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 بعد ذوقي ذوقي شو؟ ذوقك؟ ايش تنزل ليش مقهورة؟ شو كان ذوقي؟ لا ذوقي انت ليش مقهورة؟ عندي ببالك؟ لا مو لا حسين والله احنا سالنا لا حاجة والله ذوقي انا قلت لك تجيب هاي الالوان صدق هسه صرت تحصل لك ساعه ارنب وبرنب هسه تعكت شلون؟ اقعد على يدي هلا هلا بريم الفلا هلا بالوقت هلا 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 بحيوسخنا الصاله ما بعد انطلع يلا عاد تعال شنو تعال الكوشات الكوشات هم في الوقت يبان جيب شعر كده يعني بس المشيه زيلة خلي أخاف عليهم هلا بدت رحمة الله بدت رحمة الله بدت طبعا احنا نخلص قسم قسم باقي غرفة أوروك هسه لازم دني جنطة هزل الكلار ونكون خلصنا على آخر حاية هلا بحي وصخ الدنيا جيب هالمخدة خلينا نشوف الجمال بشوف الشغلات الحلوة كلش حلوات ومع العلم شغل العراق واشياء اكيد احلى بهواية صدق يعني اشياء العراق تخبل احلى من هذا الهواية صح هي هاي كاتلتك شيلها والله شوف هاي قام صافي عندك فقاعف ابني يا قلبي هاي كوكي بس انا عوف عليك الله عوف لا تزعجي بابا يا حياتي داي كوكيات هي واو بس شوفون شنو رايكم امانة الله بدون اي مجامله طبعا هنا اللي هنا ما كملنا الصاله باقي عندنا هنا العرضه مال التلفزيون راح تجي وراح نبدل الديكور هذا كله تظل راح نسوي نشيله وهنا راح نجيب بس نكمل ذني على الاخير شوف ايش قد المساحه راح تكون ونجيب على نمط هذا الشيء يمكن يا يعني نجيب نفس هاي السجاده بالضبط بشوفوا لي الجمال او نجيب هذني الفروه اللي فروات تمام هنا قلت اخلي زرع هنا همنا قلت اسوي زرع هاي الصوبه طبعا هنا قلت اجيب بردات من العراق كلش حابه الديكورات هسه القدم الملكيه بعد هنا خلصت اي بس شوفوا لي اللوحه بس شوفوا لي الجمال طبعا هاي اللوحه مرسومه بدقه مو بس الدقه بس شوفوا لي الدقه مالتها وهنا راح نشوف الذهب برقائق الذهب طبعا هاي اللوحه رقائق الذهب واللي ما يعرف انه اللوحه ممكن توصلوها من هذا الحساب تقدرون توصلون لوحات هسه موجوده هنا اي لوحه تعجبكم واي ديزاين تقدرون تراسلوها لهم وهم يرسمونكم اياها حسين ما عليكم بالالوان اللي لابسها اصفر واحمر وما اعرف هسه المهم سولف لنا شويه على الطخم هو على مسرح السرج قد سعره الحبايب الناس اللي تسال على الطخم الطخم هو موجود بالبوكو تمام وسعره هسه حاليا ويا العرض يعني بعرض تمام فسعره اخذناه بالعرض 1500 يورو وهو ممكن يرجع يعني يرجع وينزل 1850 يورو يعني 1850 يورو الى 1850 يعني سعر الطبيعي راح يكون بالعراقي ما يقارب مليونين اكثر 3 ملايين الا اوكي واحكوا لنا بالعراق شنو الاسعار التخم مالتكم هناك يعني التخم نفس هذا شنو سعره اكتبوا لنا رايكم بالتعليقات شو رايكم
رايكم لازم يكون حلو، واذا مو حلو حزان. والله العظيم دافع دم قلبنا بي وفلوس حلال والله. وهسه شنو باقي لنا؟ بس نبدل هاي واشياء بسيطه وتكون كملت الصاله، وراح ناخذكم بالاخير الجوله ببيت كل بيت. وصلنا للنهايه مو؟ ايه. راح اشتركلكم بالفيديو الجاي. إيه. اوكي؟ واللي ما مسوي لايك يسوي لايك، واللي ما مشترك بالصفحه يشترك، وانتظرونا ان شاء الله بالفيديوهات الجايه. باي باي، مع السلامه.